صباح الخير، كيف حالكم؟ شلونكم يا حبايبي؟ انا اليوم مره متضايق، والله مره متضايق. تدرون ليه؟ لاني امس اشتريت سياره لامبورغيني بتعمد مره كثير، واحد ضحك علي للاسف الشديد. شوف السياره اللي اعطاني اياها ما هي لامبورغيني، هذه تعتبر لامبورغيني؟ ابدا ما هي لامبورغيني للاسف الشديد. وانا والله ماني عارف وش اسوي فيها، حتى خربانه لدرجه ان شوفوا هذا الكفر هذا خربان، لازم اغيره اليوم، والله لازم اغيره. ما راضي يشتغل معاي، والله انها مشكلة كبيرة يا ربي. خلينا نمشي نجربها ان شاء الله انها تشتغل. طبعا شوفوا فيها بنزين وفيها فرامل، بس ما ادري كيف تشتغل، الله يستر. ولا والله كويس شغال الحمد لله، توصلني للدوام يا حبيبي، بس لازم نعبي لها بنزين ان شاء الله. بنزين لا سيارتي يا ربي وش السيارة الخايسة دي؟ ما ابغاها خلاص، انا ما ابغاها والله. ماريو اخوي ساعدني يا ماريو، والله سيارتي ما هي كويسة، ابغاك تشتري لي سيارة كويسة. ان شاء الله ماريو اخوي يساعدني، يشتري لي سيارة مرة ممتازة ويساعدني. السلام عليكم. اهلا اخوي ماريو عندي مشكلة يا اخوي ماريو، ابغاك تصلح سيارتي، انا ما ابغاها. اوه أبغى سيارة جديدة. المشكلة شوفها هناك بعيد. ايه شوف المشكلة، سيارتك ذيك الخايسة. اوه ابشر يا اخوي، بساعدك. والله اخوي ماريو افضل واحد، يا سلام. بروح الحق اخوي ماريو. السلام عليكم، شوفوا كيف ماريو بيساعدني يصلح السيارة، بيخلي السيارة ممتازة طبعا. وانا شكلي بعد بكلم سونيك صديقي اللي بيساعدني في كل الاشياء ان شاء الله. ماريو ها كيف بتساعدني؟ بسم الله. دقيقة اول شيء خلينا نضبط السيارة نحطها هنا. ما شاء الله عليك بتساعدني يا اخوي ماريو. سيارتك بسم الله ليش كذا صارت؟ انا اوريك، لازم تمشي وتروح بعيد. كفرات وشو؟ ما في كفرات. دقيقة. انت ما تفهم يا اخي، ما تفهم. تعال شوف هنا، ما في كفرات. وخر السيارة والله انك. بسم الله الرحمن الرحيم، اشوف. تعال شوف. كفرات السيارة وين؟ والله سيارتي خربانة. سيارتي مرة سيئة، اسمع انا ما اقدر اصلحها مرة، هذه السيارة سيئة جدا يا اخوي. يعني امسك صلحها. يعني ما راح تساعدني. ما اقدر اساعدك، كيف اساعدك؟ السيارة لازم تساعدك، بس ما راح تساعدك. يا ربي اصلا عادي والله، شوفوا الكفرات كيف خربانه، كلها خربانه والله، لا مشكله كبيره يا ربي. خلاص انا بسكر الباب وبرجع للبيت، والله ما حد بيساعدني. تدرون كم دايموند دفعت؟ انا اوريكم كم دايموند دفعت. طب اوريكم كم دفعت دايموند، والله دفعت دايموند مره كثير في السياره، لان اغلبكم شاف الحلقه الماضيه. دحين بشغل لكم، بس جيب الريموت يا حبيبي، يلا خلينا نشوف. اي كويس، هذا هو الريموت. شوفوا كم دفعت دايموند، والله للاسف الشديد هذا انا واخوي ماري دفعنا دايموند كثير. توقعنا بيدينا سياره ذهبيه ممتازه جدا، لكن للاسف الشديد ادانا السياره الخردة ذي. والله مشكله، ماني عارف وش اسوي الصراحه. ابغى اروح اكلم شرشبيل ولا اي احد يصلح لي السياره ذي، ولا ابيعها واشتري سياره كويسه، بس ما عندي دايموند. صرت مضفر للاسف. والله شكلي انا ما ادري ايش بسوي. باخذ السياره ذي والله وبستخدمها، بصلحها، ما عندي كفرات. اوه خلينا نروح نشوف الكفرات اللي هناك، باخذها كلها يا حبيبي وبركبها على سيارتي. هذه كفرات ممتازه من المهندس لويجي يا حبيبي، ما قلت لكم عندي ورشه اسطوريه، انا اسير واحد ممتاز ان شاء الله، واصلح كل الكفرات حقت السياره. هذا مين؟ هذا شرشبيل. لا لويجي يا ولد، ما على اساس انك تروح تغير السياره ذي الخايسه؟ ايش فيك الى الان موجوده عندك؟ يا اخي بصلحها يا اخي، دفعت فيها دايموند كثير، وش تبغى انت؟ يلا امشي. اسمع بشتريها منك، انا جاي اشتريها منك صراحه، انا اشوف انا قاعد اشوف ما في كفرات فبصلحها وبشتريها منك. كم تبيع؟ 200 ستاك دايموند، 200 ستاك، 200 مو واحد. تحسبني غبي انا؟ حبيبي هذه السياره حقتك ما تسوى 5 حبات دايموند، بس 5، حتى 2 ما تسوى. لا ما راح ابيع ب5 دايموند، انا اشتريتها ب 10 مليون. اسمعني زين، اسمعني، امسك هذه 5 حبات، امسكها، خلنا ناخذ السياره وروح انت استانس فيها. اقول لك خذ هذه 5 دايموند، 5 دايموند وفرها في جيبك حبيبي، وفرها في جيبك. انا والله خلاص ما راح ابيع. هذا مغري، ما في احد راح يشتريها منك بعدين بحبه واحده الدايموند. ما شغل، راح اضبطها واوريكم انها افضل سياره في العالم ان شاء الله. يلا امشي. يلا بنشوف، انا متحمس اشوف كيف بتخليها افضل سياره. بصلحها، لازم اسوي لي خطه كيف اخلي هذه السياره الى سياره ممتازه جدا. يبغى لي افك كل القطع اللي فيها، وافك القزاز، وافك كل الاشياء، واخليها سياره عباره عن معجزه ما حد قد شافها ابدا. ايوه يا حبايبي.
ابي. يلا خلينا نبدا نشتغل ونجيب الرافعه الاسطوريه ذي عشان نرفع السياره ونكمل كل الاشياء يا حبايبي. الله يعافينا مسكين، شوف كيف خرب السياره قال بيصلحها. والله انا جاي له سيارتك خايسه بس ما يفهموه، معند براحته يا اخي. والله ما علي من انا والله صراحه يا حبايبي اني قاعده افكر اني اشتري لي سياره لما تجيني، بس المشكله انها غاليه مره غاليه. يا ربي والله ما ادري شو اسوي، ولا اشتري بوغاتي. اوه والله البوغاتي احسها بتطلع فخمه اكثر. اوه والله بيكون شيء اسطوري واقهر ذاك اخوي الغبي. اقهر بتقولوا طيب ممكن يكذبون علي؟ لا يا حبيبي، شوفوا في محل جديد السيارات فتح في وسط المدينه، شوفوا السيارات الاسطوريه اللي عنده. والله اني متحمس اشتري لامبورجيني او بوغاتي، والله بيكون شيء مره رهيب. اوه بعدها اقهر اخوي لويجي. صح، خلني اشوف اذا عندي دايمو دي كفي ولا لا. انا عندي هنا صندوق ما يدري عنه لويجي المسكين. بسم الله الرحمن الرحيم، بوريكم اياه وين حطيته. او صح تذكرت، انا عندي التسريحه دي هنا. بسم الله خليني اشيله اوريكم اياه يا حبايبي. شايفين الصندوق هذا هو؟ اوه الدايمو كثير اللي فيه يا حبيبي، والله مره كثير. شكلي الان خلاص بروح اشتري سياره يا حبيبي، وبجي اقهر اخوي لويجي المسكين. رايح يا حبيبي. يا حبايبي خلاص، انا والله مره تعبت من اول قاعد اكسر في السياره، قصدي اصلحها. معلش موني قاعد اكسرها ابدا، انا قاعد اصلح السياره من اليوم. تعالوا اوريكم وش شفت، بس قبل اوريكم وش سويت ابغاكم تكبسون زر اللايك يا حبايبي وتشتركون في القناه، لان نبغى نوصل لمليون مشترك. مليون الرقم الكبير جدا. طبعا شوفوا وش سويت في السياره حقتي، فكفكتها بهذه الاله، خليت شوفوا هذا المقعد الاول والثاني والثالث والرابع، وهذا باب، وهنا في الطلاء بخليها مو احمر، بجيب طلاء اخضر، وهذه بطاريه السياره، وهذه السياره حقتي شوفوا كيف فكيتها، خليتها مكسره كانها مكسره. بس عليكم لا تخافون، ابى اصلحها حبه حبه، لاني انا المهندس والميكانيكي لويجي افضل واحد، ابى اخلي السياره اسطوريه. وطبعا شكرا للرافعه هذه. يوج شرشبيل بينشب لي ذحين. يا ربي وش تبغى شرشبيل؟ وش تبغى؟ علمني. والله قاعد اشوف السيارة حقتك ذي يا ولد. انت وش سويت؟ وش سويت يا غبي؟ دقيقة يا شرشبيل، ابى اوقف. يا ليت الريموت هذا اقدر اتحكم فيك، اضغط زر اخليك ترجع البيت حقك. اسمعني يا غبي، امشي اسمعني. سيارتك كانت تسوى 5 حبات دايموند، الان والله ما اشتريها بحب الدايموند وحدة ما اشتريها. تسمع، سيارتك مستحيل تقدر تصلحها. خلاص مع السلامة. السيارة الخايسة صارت اخيس من الخايسة. انا راح اصلحها واوريك. انت تحطمني يا اخي، ليش تحطمني زي كذا؟ مالك شغل؟ لانه مرة خايسة يا غبي، مرة خايسة جدا. اسمع، واذا صلحته وخليته تسوى مليون دايموند ما راح تسميني لويجي الاسطورة. والله ما تحداك، اتحداك حتى قدام المتابعين. نضغط الزر في الريموت. يلا امشي وانقلب. طيب يبغى يطقطق علي، والله بس يبغى يطقطق علي، لكنها مشكلة كبيرة. أنا راح أصلح السيارة، بس تدرون أبستعين بواحد راح يساعدني، راح يجيب لي الأغراض من المدينة، لأن أنا ما عندي أبواب أسطورية وما عندي أشياء. ومين هو الواحد اللي راح يساعدني؟ أيوة يا حبايبي، سونك الأسطورة هو اللي بيساعدني، بيجيب لي كل الأدوات. أرسل للمدينة يجيب لي طارة أسطورية، هذه الطارة مربع، عمركم شفتوا طارة سيارة مربع اللي تسوق فيها؟ يسمونها دركسون، ما ادري يسمونها. والله لازم اسال، انا ما اعرف الاسامي حقتها. والباب يبغى لي باب كذا جميل حق لامبورجيني، ما هو باب خرد، هذا حق عمارتين، مره ما هو كويس. شوف المرايه حتى مكسوره، لازم نعدل كل الاشياء ونبدا نركب. بس سونيك وين؟ والله تاخر علي، ما من عادتي يتاخر، لانه واحد سريع جدا المفروض ما يتاخر، يجي في ثواني. سونيك يا سونيك وينك يا سونيك؟ بس وين السونيك هذا؟ والله مره تاخر علي، المفروض ما يتاخر لانه هو واحد مره سريع، يعني ما ادري ويجي. السلام عليكم، كيف الحال يا لويجي؟ وعليكم السلام. وقف بدوخ، انا بدوخ. اسمع يا سونيك، احتاج مساعدتك والله. شرشبيل وماريو يطقطقون علي، سيارتي خربانه وابغاك تصلحها وتجيب لي ادوات، ابغاك تساعدني انا اصلحها، بس ابغاك تجيب لي كفر وحركات وتعرف هذه الاشياء كلها. ابديك اشياء تجيبها من المدينه، يمديك ولا لا؟ اشياء ابشر اجيب لك يا، بس كم تديني من الخبز الذهبي؟ اديك خبز ذهبي معاي 16، واديك زياده ان شاء الله، وخبز كثير. يلا مع السلامه يا لويجي. دقيقه، بدتك الاغراض والله تحمس
متحمس، شكل سونيك بيجيب لي أغراض من عنده. والله سونيك شكله فنان أسطورة. خلينا الآن نبدأ نركب الأشياء ونستنى ليه ما سونيك يجيب كل حاجة. هلا والله بالمتابعين، كيف حالكم؟ شو مسوين؟ أخيرا أبشركم حلمي تحقق يا حبيبي، جبت السيارة الأسطورية. شوفوا السيارة اللي راح تقهر أخوي لويجي، شوفوها اللمبورجيني الأسطورية. هذه اللي اسمها لمبورجيني، هذه مو سيارة لويجي الخايسة. والله ترى كلفتني دايموند مرة كثير، والله ما بقى عندي ولا حبة دايموند كلف سبة هذه السيارة، بس صدقوني تستاهل تستاهل. والأغلى لويجي بينصدم، خلينا نروح عليه ونصدمه أكثر. يا سلام، مش تتوقعك ردة فعله؟ أكيد بيقول أخوي كيف جبت السيارة هذه يا خاي. يا سلام يا حبايبي، أبشركم أخيرا أخيرا سونيك جاب لي الأغراض كلها. شوفوا جاب لي مقاعد ممتازة جدا عشان أركبها في سيارتي. طبعا أنا والله ما أعرف أركب، لازم أتعلم كيف أركب المقاعد. شوفوا كيف شكلها، المقاعد بتكون كويسة إن شاء الله. وجاب لي ماكينة أسطورية جدا جدا جدا، راح أركبها كلها وتصير سيارتي إن شاء الله أفضل سيارة في العالم. بس والله ما أدري تتوقعون تمشي دحين ولا لا؟ والله شكلها ما تمشي. أنا والله شوفوا كيف شكلي أنا يا حبايبي، لازم أعدلها وأضبطها خليها سيارة ممتازة إن شاء الله. وطبعا أكيد أكيد الطائرة الدائرية، ما ألقى غير هذه الطائرة للأسف، ويبغالي نركب الأبواب كلها. بس والله شكلي بطول، يبغالي أجيب حديد وأجيب أشياء كثيرة عشان أكمل السيارة. إن شاء الله تكون سيارة كويسة، وإن شاء الله تكون سيارة أسطورية أقدر أبيعها بمليون دايموند يا حبايبي، بمليون دايموند. هذا مين؟ وش هذا السيارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وش السيارة دي؟ وش رايك بسيارتي اللمبورجيني؟ هذه اللمبورجيني حبيبي، هذه هي اللمبورجيني الأسطورية. وش السيارة المكشوفة هذه؟ وش الحركات دي؟ ما شاء الله عليك يا ماريو، ما شاء الله تبارك الله. وش السيارة المسوية؟ قايل لك سيارتي أسطورية يا حبيبي، ما في زيها أبداً. بكم دايموند اشتريتها؟ تكفى علمني بكم دايموند اشتريتها؟ والله شكلها غالية، والله شريتها كثير كثير مرة، ما بقى عندي ولا حبة دايموند. والله يا ماريو شوف معاي كفاءة، معاي سيارتك قاعد تصلحها، قاعد تصلحها، خليني أركب. ما تشتغل عندي سيارة. اسمع يا ماريو، انا معاي مقاعد السياره حقتك بتكون اسطوريه، شوف نفس شكلها. والله سيارتك جميله، خلينا نشوف. ابي اشوف الشنطه، ممكن افتح الشنطه واشوف. واو عندك كفر زياده ما شاء الله، السلام عليكم. واو والله السياره بسم الله الرحمن الرحيم. راح اركب سيارتك الخايسه، سيارتي لا تقرب عليها ابدا، تسمعون كيف؟ سيارتي خايسه انا، طيب اصلحها. ترى اسمع، اذا ما خليتني استخدم سيارتك ترى ما خليك تستخدم سيارتي لما اصلحها وتصير افضل سياره في العالم. اسمع، ابغى استخدم سيارتك. والله انك مسكين. اكيد سكر الشنطه، طيب سكر الشنطه يا ذكي، سكر الشنطه. عادي عادي، شنطتي مو شنطتك، هذه السياره الاسطوريه. اخرجني ما تدري بلد بلد. بسم الله الرحمن الرحيم، ارحم سيارتك. طيقرني هذا، خليني انا اكمل اصلح سيارتي. والله والله دي انا من انسان حزين الصراحه، ما ادري وش اسوي، ما ادري. يا الله خلاص انا اصلح سيارتي وان شاء الله تكون افضل سياره. السياره الاسطوريه يا حبيبي، ما شاء الله. هذا هذا شو جاي؟ وش الازعاج ماريو؟ بسم الله ما شاء الله، وقف. وش ذي السيارة الأسطورية يا ماريو؟ هذه سيارة ماريو. ميت بميت ألف حبة دايموند يا ماريو ولا كيف؟ ميت ألف دايموند ما يبيع لك يا حبيبي. لا يا حبيبي ما بيعك ميت ألف، أنا شريتها بميتين وخمسين ألف حبة دايموند، مستحيل أبيعك. واو والله السيارة غالية. 250,000، 250,000، يعني كم ستاك؟ يا ساتر، يعني فيها أربع صناديق دايموند. شو شمين؟ أنا أبيعك سيارتي 100,000 دايموند، تديني 100,000 دايموند. كتب سيارة خايسة، انقلع من هنا بس، انقلع. ماريو يا ولد، طيب وش رايك تتركبني معك؟ اروح فر انا وياك. طيب اركب اركب وانا، خذوني معاكم خذوني معاكم. اركب دقيقة خليني اركب سيارة ماريو الاسطورية. يا سلام يا جميل. ماريو ابعد 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 ابعد